في هالحياة هناك أنواع من البشر، في الطيب والراقي والمحترم والمثقف، وفي البخيل والشكاك وسيء الظن والحاقد والكاره، وفي نوع اسمه الاستغلالي. هذا النوع ذكي لكنه من أسوأ أنواع البشر، نوع مهما تعبت عشانه وقدمت لهم وضحيت كرمالهم رح يوصلون لك شعور أنه هذا واجب عليك، نوع ممكن تعطيه من روحك ومالك ووقتك وإبداعك، وبالنهاية رح يخلوك تشعر أنه هم المتفضلين عليك، نوع رح تلاقي نفسك معاه مستنزف وبدون أي تقدير مهما عملت، ووقت اللي ما عاد فيك تقدم شيء رح تطلع أنت الغلط وأنت السبب وأنت الناقص وهم الكاملين. هذا النوع ابعد عنه مهما كان قريب منك.